ولا فادي فادي مع بعض بقى. ماشي يا اسطى مع بعض. يا ابني اللي انت لابسه ده واحنا جايين نضم الغلة يا عم الدنيا حر يا عم. يا ابني. ارفع البتاع دي من على عينك عشان نشوف بعض. اهو ما تغشش، ما حدش يغش، كل واحد يطلع بطاقته وكارنيه. هي الكلية بعت لنا موسمان يراقب علينا؟ ما خدناش ورقة نحل فيها يا استاذ، والراجل ده عبيط. مع بعض بقى يا اسطى. جمال تعال. انا ما اتكلمتش والله يا استاذ، هو اللي بيكلمني. تعال ما تخافش، تعال خد وزع على زمايلك وما تغشش. انا بقول لك اهو يا استاذ، بس الحاجات دي مش علينا، الامتحان ده مش بتاعنا. وزع ابدا ما جيلك. انا هنا على الطلاق اللي اسمع صوته بس. يا جدعان الامتحان ده مش بتاعنا يا جدعان. ولا فادي فادي قالت اول نقطه. مش عارف والله يا اسطى. رقم 3 في السؤال الثاني. مش عارفه برضو يا اسطى. رقم ب في السؤال الثالث. ما تغشش يالا. بص احنا هنحل اللي احنا عارفينه وفي الاخر نشوف الاسئله اللي فاضله دي. طب ما تخلص لحد من اللي ورايا بتاع التليفون. هشوف كده يا اسطى. ولا شحات ما لقيتش حاجه في الاسئله دي. فين الحاجات دي يا جدعان؟ قولوا لي الرقم كام وانا اجيبها يا جدعان. انت قد ما تطلعش التليفون وتغش. بص في ورقتك يا جدعان. والله انا قلت الامتحان ده مش بتاعنا. ايه يا اسطى، هنهبد ولا ايه؟ ملاش حل تاني. اهبد على الله بقى. عملت ايه بقى يا اسطى؟ انا حليت سؤال العصفوره بس ما حليتش سؤال الداله. طب بص انا هديك سؤال الداله وانت هتديني سؤال العصفوره، ماشي؟ خد يا اسطى عندك. قول يا اسطى. ذات اهميه اقتصاديه في مصر، حيث ان شاركت في كل من ثوره 25 يناير و30 يونيو وحرب اكتوبر المجيد وبناء كل من نهر النيل والسد العالي وقناه السويس وكوبري الملك فاروق والاهرامات وقلعه صلاح الدين. اكتب عندك يا اسطى بقى سؤال العصفور. هو طائر ذو الوان ملونه وجذابه يستيقظ في الصباح الباكر ليجمع الرحيق ويشارك في انتاج العسل مع النحل ويتغذى على القوارض والحشرات ويستخدم احيانا كوسيله للتجسس نظرا لذكائه المحدود. انا ملف بقى الاسئله دي بقى. انا مش هحل حاجه تاني. الوقت خلص، كله لم الورق.